بسمة صباح، مسلسل إذاعي من إنتاج مؤسسة روزانا للإعلام. بطولة يارا صبري، إياد أبو الشامات، فدوى سليمان، حلا عمران، ورامي فاضل. المنتج المنفذ إياد شهاب. الإشراف الفني هيثم حقي. والعمل من إخراج لينا الشواف. يلا يلا دكي بس عم بتبرفن. برفان جاي لكن ولي ما اطيب الريحة. وعلى شو كل هالسرعة يا اخي العرب؟ لعبجتني لعبجة. بدي لحق قبل ما يعجق الحاجز وجيب المولدة قبل ما اروح على الجامعة. هلا بلاها المولدة صباح، ماشيين حالنا بالشمع. ما بيمشي الحال، شغلنا كلياته على الكمبيوترات. بعدين بدك تتوقعي تقنين الكهرباء يزيد 3 أضعاف. ولي شو لك؟ ثم إن الأسعار يا عزيزتي رح تضرب ضربة للسقف، باعتبار عندك تجار الحرب الحبابين اللي رح تصير شغلتهم وعملتهم بيع مولدات الكهرباء. فبكرة بدك تشوفي العجب. هف إن ما أتت من عند الصبح. سمكي سمكي لبسك شوي، شكله النهار برد كتير. معقول تتلج؟ ايه وارد. يلا سابقك حمي السيارة، شهلي شوي. أمرك معلم. زون مطول ببيروت ولا نطف قلبي عليك؟ والله وانا كمان يا حبيبتي. طب شو بساوي؟ شو عمل بابا؟ تعبان من كذا شغله وما كنا حاسين عليه. يعني مو بس مشاكل ضغط؟ انا ضغطات وهلا في كتله تحت باطه. لطيف والله، هي مكركبتني كركبه. حللتوا؟ عملوا خزعه، والله ما بعرف، وان شاء الله عم بيقولوا يعني غالبا سليمه. الله يعافيه وترجع لي قريب يا حبيبي. ولا طابت لك بيروت وعم تتفرج على البنات الحلوين بالحمره؟ ايه لكن حمرة كتير. والله رحت من يومين شفت الشباب والصبايا السوريين هنيك في محل بيجتمعوا فيه، وصراحة لما شفتهم يعني كتير زعلت عليهم. ليه؟ اكيد حانين وعم يبكوا مساكين. ايه يا حرام، مساكين كتير بيرقصوا وبيشربوا، بعدين يبلشوا بيبكوا بينوحوا على الفيسبوك انه مشتاقين لياسمين الشام ورح يموتوا. طيب انت التاني شباب، يعني نحنا هون مو منسهر ومنحاول نلاقي وقت حلو؟ ما يا شبك، في شيء أهم هلأ يعملوه بلبنان. العالم اللي نسحت بدها حدا يوقف جنبها، في مشاكل كتير هلأ. لك آخ شو صار في مشاكل؟ صحي اليوم في تشيع، اتفقنا أنا وماما نروح نشارك بالسر. عم تحكي عن جد؟ مين؟ وين؟ الشباب يلي ماتوا بجمعة المقاومة الشعبية، في طلعة بالمزة، وإن شاء الله تمرق على خير. وسمح لكم أبوكي؟ قلت لك بالسر، عاملين حجج لنطلع. طيب طيب حبيبتي، انتبهوا على حالكم. ببقى انا بدي اقول لك، ليك ليك هلا بابا عم ينادي لي، نحكي بعدين. انتبهي على حالك منيحه. باي يا عمري باي. هلا ما فهمت، بدك تشوفي ليلى بالاول ولا بدك تروحي لعند الدكتور حسان؟ الاثنين، بخلص من دكتور حسان وبلتقي مع ليلى. طيب معناتها خلينا ناخذ طريق الجسر الابيض. شو ممكن يكون بده منك الدكتور حسان؟ ما بعرف، ما عم بتوقع شيء. معقول بدهم يرجعوكي على شغلك؟ لا لا مستحيل، بعدين حتى لو هيك أنا ما برجع. بس أوقات عم حسك متضايقة من عادة البيت. لا مو من العادة، من قلة الإنتاج. يعني هالترجمات اللي عم تبعت لي إياهن ليلى إنه أوكي عم يجيبوا قرشين ولو قلال، بس مو هذا الشغل اللي أنا بأبدع فيه. آخ يا بسوم، لو أنا كمان فيني أترك شغلي وأقعد بالبيت وأتفرغ لمشاريعي وأحلامي. ما عدت عم أتحمل جو الجامعة البوليسي، لك نص الطلاب مخبرين، لك العم على القصة، طلاب طلاب، شو عمل النظام بهالناس؟ كوارث. ولي شو برد،
كأنه بدها تتلج. والله هيك شكلها. يا ريت. صباح المولدة، فينا ناخد منها خط لبيت ام زياد؟ ايه طبعا، اساسا انا رح اجيب قياس كبير كرمال تتحمل بيتين، بكفي الجماعة رح يتحملوا طوشتها. يا علي يا عليها، امبارح وشها مثل الليمون، الله يصبرها. بلكي بهاليومين بعمل زيارة لشباب التنسيقية لنشوف اذا بيقدروا يجيبوا خبر عن زياد. ايه والله يا ريت. شو هاد؟ وليش وعجقة على الحاجز؟ بدنا نضل هيك نص ساعة على القليلة. حسبت الحساب، لو تأخرنا لطلعنا لسه منوقف ساعتين تانيات. هاتي 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 هويتك، خلصينا لنشوف شو بنساوي. اتفضل، وهذه هويتي. ألو؟ مرحبا نانا. هاي رزان، كيفك؟ مشتاقة. ليكي نانا، في واحدة رفيقتنا اجت من يومين من فرنسا وجايب غراض حلوين كتير، أواعي وبواط ومانطويات. ياي ايه، أنا كتير بحاجة لبقط مرتب، درت البلد والمول كلها موديلات قديمة. ايه كل شي بالبلد معد، مو ما عادوا جعوا بسبب العقوبات، هذا عدا انه المحلات الصينية كلهم سكروا وهربوا. تقوليلي يا تضرب العيشة لوين وصلنا، كله بسبب هالحرية. شو بتروحي اليوم؟ بلاقي لك على 12؟ ايه اكيد. وين لاقيكي؟ وين عنوانها؟ بتعرفي وين حلويات الفيصل؟ اول اتستراد المزدحم. ايه هذا اللي جنب الفاميلي ماركت. بتلاقيني وقفت لك هنيك. اوكي اوكي، على 12. يلا باي رزوم. باي حبيبتي. مرحبا دكتور حسان. يا الف اهلا وسهلا بمدام بسمة، نورت المؤسسه من بعد زمان والله. تفضلي تفضلي. ايه والله زمان، حاسه ما تغير شيء. مبلا مبلا، تغير كتير للأسوأ طبعا. والله ما كانك يا مدام بسمة ما حدا بيعبيه أبدا. تسلم دكتور. بتصدق ما عندي جنس الحنين لهالمكان، رغم أنه كنت مفكرة أني رح أزعل كتير وقت تركت، قصدي وقت تركوني. معك حق، أنت بصراحة مكانك مو مؤسسات ومكاتب، أنت إنسانة بتمتلكي ملكة إبداعية ولازم تشتغلي بدون أي ضغوطات. إيه يا ريت بدون ضغوطات، مين عم يلاقي شغل هالأيام؟ تأملي خير، طمنيني أمورك منيحة؟ أنت عزيزة كتير مدام بسمة. تسلم دكتور حسان، أنت كمان، وما بنسى اللي عملته معي كرمال ما أطلع بلوشي. أبطي تعويضك؟ لا لسه، المعاملة على قدم وساق، بس شكلها هالساق طويلة كتير. عادي، بيروقراطية المؤسسات اللي دبحتنا، بس ما تاكلي هم، في شيء أهم بكتير. أهم بكتير؟ شوقتني، مثل شو؟ يعطيك العافية، حضرتك الحجي أبو نعيم؟ أي نعم، أنا أبو نعيم وماني حجي، أنا خواجة. عفوا لا تأخذني، بعتوني لعندك، قال المولدات عندك أنظف شي وما بتغش. ايه الحمد لله على حصيت انه ما بغش. شو؟ شكله السوق كله نصب واحتيال. عادي، اخلاق البني آدمين بتبان على المحك، ونحنا هلأ عم نمرق بهالمحك وربنا يجيرنا. شو عم نشوف وسخ؟ والله معك حق يا خواجة، معك حق. شو المولدة اللي بتريدها؟ انا بضعتي بقيان كم قطعة من الأجنبي، وفي إلهم قطع لأنه كل شي عم ينباع بالسوق صيني أو ستوكات أو ما لهم قطع غيار. بديها كبيرة، نوع منيح، وخمسة آلاف شمعة. قديش بتسوى؟ وين ساكن؟ حرستها والله، والكهرباء عم تنقطع عنا كتير ومتوقع أنه تنقطع أكتر. قلت لحق حالي قبل ما تجن الأسعار. هذا التفكير السليم. شو بتشتغل؟ أنا دكتور بالجامعة. كيف الوضع بحرستها؟ حاصرته قبل مدة؟ الحمد لله مرقت. سكر هالباب لإلا وعود، بدي شربك شاي نعيم. حبيتك، وشك سمح. على راسي خواجة أبو نعيم، وهي سكرنا الباب، هات شاي لإلك. بالأول قلي
انت مع الثورة ولا ضدها؟ شو هالسؤال يعني؟ وهيك علنا؟ علنا ومو فارقة معي. إذا ساكن بحرستها معناها مع الثورة. من وشك حسيت. من وشي؟ شو يعني مكتوب على جبيني؟ لا تخاف، أمان ابني أمان. لا مو خوف، بس يعني القصة أنه هلأ حاجة تتبكبك وتتلبك. أنت قاعد مع أبو نعيم. شريف، هاي كاسة الشاي. إيه والله سلم هالإيدين. إيه طيبة والله، إجا بوقته. هات لشوف، حكي لي. عفواً أبو نعيم، يعني شو بدي أحكي لك؟ يعني بده ياكي ترجمي الكتاب وحدة تاني يحط اسمه؟ إيه تخيلي، قال عندهم مخطوط مهم، وباعتبار حضرتي اسمي صار ممنوع من التداول، فهو حابب يساعدني إنه استفيد مالياً، وبينزل اسم حدا تاني على الترجمة. شو جن هذا الدكتور حسان؟ لا لا حرام، أنا ما بشك إنه نواياه حسنة وحابب يساعدني، بيبقى الجواب عندي. هلأ هيك قصص تحصل كتير، تلاقي سيناريو محطوط عليه اسم واللي كاتبه حدا تاني، أو روايات عم تصير. تخيلي، المهم أنت وافقتي؟ لسه ما عطيته جواب. طالما عم تفكري يعني كأنك ناوية توافقي. هلأ ما بخفيكي، من ناحية متضايقة مشان المصاري، وماني متعودة أطلب من صباح، ومن ناحية ما قدراني أقبل على حالي إنه أنا أشتغل وأتعب وغيري يحط اسمي. صعبة. بسومة وحياتك أنا ما عم أقصر، عم أتواصل مع عالم كتير مشان زيد عدد المواد المترجمة ونرفع إجرتها كمان. فهمتون إنه الغلا نار؟ بعرف ليلى، ما بتقصري يعني. أنتي كمان الله يكون بعونك، شو بدك تدبري للدبري؟ تتدبر، المهم أنتي خدي القرار يلي بريحك. خلصي قهوتك لننزل لحق التشييع، يلا بكونوا بلشوا يتجمعوا. ايه يلا أمي، من وين اتجاهنا مشان حاكي مايا ورفقاتها؟ أول شي من بساتين الرازي. هلأ مثل العادة منعمل حالنا مارقين بالصدفة ومنشوف الجو. دايما صدفة. آخ شو اشتقت لها الصدف. إن شاء الله يا رب تتحول لمظاهرة. حسي بالإثارة. ورحنا لك يومها وفد طويل عريض على مكتب رئيس الوزراء، وهددنا نعمل إضراب إذا بدهم يرفعوا حق الكهرباء، واستجابت الحكومة بعد نص ساعة. معناتها من يوم يومك بقصص الكهرباء. هديك الأيام كنت اشتغل مع خالي بسينما، كنت شغل الماكينات تبع العرض. كمان اشتغلت سينما؟ سينما ومسرح، وفتحت مرة مطعم للأكل الفرنسي شي 3 سنين، وبالستينات عملت محل بيع تلفزيونات كانت بأولها. والله فاجأتني بتاريخك المعارض يا أبو نعيم، وخاصة أنك هلأ يعني هيك عم تحكي علناً ومانك سائل، ولا حتى كان عندك أي مخاوف مني، مع أنه يعني هي أول مرة منلتقى. يا دكتور أنا شاطر بالفراسة، والحياة وقفة عز. بدهم يجوا ياخدوني يشرفوا. عمري 77 سنة، شو بقيان بعمرنا ما تعطينا، هلأ بدنا نطاطي؟ بعدين آخرة البني آدم الموت، في أحلى من إنه يموت الواحد شيء؟ يا سيدي الله يطول بعمرك. ما حكيت لك إنه أنا دارس بالعازية ومعي بروفي بالفرنساوي؟ ليك ما أحلاها بهالبرواز العتيق، أنتيكا هاد. أوه هي هلأ يعني تعادل الشهادة الجامعية. شو لك ها؟ العلم اللي صح لنا ما صح لحدا، وهذا اللي خلانا شباب متنورين. ما في مظاهرة أو اعتصام إلا ما نكون أول ناس، بس السياسة والأحزاب ما اشتغلت، ما حبيت هون. كل شي كنا نساويه إله علاقة باللي بتسموه هلأ مجتمع مدني، هذا اللي حرقوا سنسفيله. ما أحلى حكياتك. قلي هلأ حسك لساتك خايف تحكي؟ فرفد قدامي، بحب اسمع جيلكم. جيلنا. أبو نعيم أنا باقي لي شوي لحتى تصير ختيار. لا مانك هيك، حسك مقطع موصل وعامل عمايل. يلا حكي لي، خلي قلبي يطمن إنه البلد بخير. بوجودك البلد بخير، بس عن إذنك لحظة لازم رد على التليفون. ألو. هلا.
لا بدي تقريبا لسه شي ساعة لحتى وصل على الجامعة. مقطوعة أستراد المزة وين؟ عند السفارة الإيرانية؟ أوف خير؟ تشييع ومظاهرة وبالمزة؟ يا محمد شو هاد؟ الله ليلى شو هاد؟ من وين تجمعت هالعالم؟ لك بحياته ما صارت. مايا مايا لا تبعدي عنا. ليكني أمي هون هون، خليكن مكملين لناح الجامع بالشيخ سعد. يلا 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 ماشي، خلينا مع بعض كتلة واحدة. أحلاهم لك أحلاهم. ماما لك توني. مين توني؟ يلي عنده نوفوتيب الميدان وخبانا مرة أنا ويزن. يا الله كل البلد هون. عمو توني عمو توني أنا هون. مايا جايكي، يلا معي ناس. ما في ناموس إن ما في شارك، ما في ناموس حبيبي. بلا النظام هلأ الله يرضى عليك، خلينا بتشيع الشهيد. خلتي عم بقول لي غير هيك أكتر من هيك مولعة، مرق لنا ياها على خير الله يرضى عليك. عم ينطفي التلج، تلج 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 يا والما بيشارك. ما فينا موز. حرية حرية. يا لطيف، ليك كاتبين على الانترنت انه اكبر مظاهرة بتشهدها الشام، مقدرين العدد باكتر من 30,000 مشارك. معقول؟ لك والله ماني عم صدق. الله يحميهم الله يحميهم. طيب خواجة تفضل، هي حق ام والدي. انا بعتذر منك وكنت حابب كتير انه ضل قاعدين عم نحكي، بس انشغل بالي لازم امشي. شباك ضجت فجأة؟ شو صار لك؟ لا بس مرتي وبنتي ما عم يردوا على الموبايل وقلقت شوي. خايف يكونوا طلعوا بالمظاهرة مو؟ بصراحة ايه. ركن يشاركوا، مو كل يوم بتصير ثورة ولا هيك ثورة. بعرف عمو بعرف، وعم اتقطع من جواتي، بس والله خايف عليهم مو بإيدي. الملائكة بتحرسهم. روي ليك التلج برا، الله جعله يوم مبارك. هاي حق المولدة وألف شكر. ساعتين زمان بيمرق لعندك شاب اسمه وائل، معه سوزوكي بيحملها وبيرجع فيها. كتر خيرك. وين بدك تروح؟ مو قالوا لك المزة مظاهرة ومقطوع الطريق؟ ايه رح صف بقرب قرني وكمل مشي على الجامعة. يعني ما رح تشاري؟ لا لا ما عم يفرق قلبك؟ بلا لكن امشي نتفرج. وما تاكل هم، انا ببعت لك المولدة. طيب يعني طيب تفضل تفضل، بس مو برد عليك هيك عم؟ هذا التلج رضا وإشارة دفى من السماء. يلا يا دكتور نلحق العرس. مايا دعي تعي لا تبعدي عن عيني. ليكني ماما هون هون. عم يقولوا بعد الصلاة بدنا نكمل على المقبرة. لا لا بكفي لهون، هلأ منرجع سوا من طريق الكازية. أمي الله يوفقك، بدي كمل مع رفقاتي. بدي خليها تروح، ضايعة بهالعجقة. صباح صار متصل 5 مرات ما عم استرجي رد لحتى ما يكتشف وين نحنا. تركية للبنت تركية. امشي نوقف عجنا، عيب العالم عم تصلي ونحن صوتنا طالع. الو رزان، وينك ناطرتك من نص ساعة؟ وين جبتيني؟ مدري شو صاير هون، قايمة الدنيا وقاعدة في مظاهرة بتخوف. لك وينك؟ والله يا نادين ما عارفة وين رح يصير مظاهرة. أنا علقانة بسيارتي قريب الشيخ سعد، رح صفها كيف ما كان وأجيكي مشي. شي 10 دقائق بوصل لعندك. ما بعرف، الله خليكي خلينا لأجلك، قالوا سقط النظام الشام كله بالمظاهرة. لك لا، تشيع فطايس عملوها مظاهرة هالكلاب. لك كأنه القصة أكبر، الله خليكي خلينا نرجع لبيوتنا. خليكي خليكي، لقيت صفي، جاي ركض. باي. يا أخ يا أخ من فضلك، شو سقط النظام حتى كل هالعالم بالشارع؟ ولك شو ما تحكي ولي؟ سقط النظام. ولك يسقط رأسك يا حيواني.
لك والله لفشلك حنكي وهرلك سنينك. ليش شو عملت؟ عم بسأل. ايوه جاي تشاركي بجنازة الارهابي وما تصوري بالجوال كمان. مش معي هذا الشيء. ما عم صور، كنت عم بحكي. انا ناطرة رفيقتي. شو صاير؟ الو قصي بسرعة قرب لعندي. شو غلطت مين انت؟ شو صاير؟ انا ناطرة رفيقتي. لك والله لقصلك لساني. لك بعمل لك ما دخلني بهالحسالة، انا مع النظام. كذابة يا قطع عملك وليك. يلا وليك قصي ليكني هون. يلا بسرعة على السيارة ضبوها مع الباقيين. اتركوني اتركوني، ما دخلني فيهم والله، ما دخلني والله، لا خلي بابا يحبسكم كلكم، اتركوني. ليلى رجعي لحالك، بدي الحق اجيب مايا ورجعها معي. بس ما وين حتلاقيها بعد؟ امشي تكون دبر حالها. خايفه يصير شيء، هي ما بتمتلك لحالها. اسمع امشي خلاص، عيونها محمرت مننا، خلينا نفوت قبل ما ليه ليه انا قمت بلاش القصه. وليه وليه بس ما امشي امشي بسرعه من هون. ما قلت لك ما قلت لك بس ما امشي، مايا بتدبر حالها. يلا طيب خليني بس فوت على شي بناية جرب حاكي. الله يوفقك. لك اتعي من هون بس ما عجلي عجلي. أهلين بابا. كيفك حبيبي؟ الحمد لله ماشي الحال. في شي بابا؟ لا لا ما في شي، بس بدي أسألك، حكيت شي مع أمك أو مع مايا؟ لا ليش، في شي قلقتني؟ لا 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 ما في شي ما في شي، أنا لأنه دقيت لهم ما رد وقلت يمكن حكوك. إيه بلكي عم يسوحوا بالترجات وما سمعوا الموبايل بالجزدان. إيه صحيح، أنا دقيت لنانا كمان خطة مسكر. أبصر النسوان شبههم اليوم أضربين علينا. طيب حبيبي يعني ما في شي بشغل البال، انا دقيت لك بس مشان ما تطول بالضاحي لانه عم تتلج. ايه صارت شي 5 سنتي هون، ماني مطول بابا، بخاف يسكر طريق القصر. طيب بابا طيب، انا طالع على البيت سابقكم. اوكي بابا اوكي باي. تفيتوا شوي. ايه ايه لازم نمشي. ما بدك تحكي بابا؟ لا بالبيت، بعرف بيكون جن، بس مره واحده خناقه بالبيت بلا خناقتين. يلا 5 دقايق بيوصل التاكسي. يا الله يا طنط ليلى، هذا أحلى يوم بعمري. إيه والله يا ميوش، يوم تاريخي. هذا بيأكد للنظام قديش في عالم ضده، وين؟ بنص الشام. إيه والله لا يدفعونا الثمن على هالطلعة ويطلعوها من عيوننا. نحنا ماما؟ ليكنا نفدنا والحمد لله. لك ما قصدي نحنا، بقصد الكل. رح يزيد قمعون 1,000,000 ضعف. مزبوط، والله يعين اللي انلقط. هذا ما عدا الحملة اللي رح تصير هلأ على الناشطين. صحيح، انتبهوا اوعى تكتبوا شي على الفيسبوك ها عن الموضوع. لا 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 نهائي، حتى بدنا نحاول نتحاشى اللايكات. فهمتي مايا؟ فهمت يا ربي، بس بدي أعرف شو صار بعد ما هربنا، مين لقطوا ومين انصاب. يعني في حدا انصاب برصاص؟ هيك مباشرة فتحوا النار على العالم؟ إيه لكان، ما عدنا شفنا أدنابنا، ما بعرف كيف تضحك لنا ضحكة، لرجلينا لزقوا ببعرنا. هذا التاكسي وصل عم يرن. يلا مايا يلا يلا قوام. يا روحي موجوعة، الله يكسر ايديهم. ما بعرف يا مامي كيف خبطوني، بايدي هون وبرجلي هون وبالعصاية، وحكوا معي كتير كلام وسخ. روقي ماما روقي، هي اجى العميد بنفسه وصلك على البيت وطلع اعتذر من ابوكي ورح يتقصص اللي مسكك بالشارع. ما بيكفي ما بيكفي. يا عمري انت اهتي، الف الحمد لله ما في كسور. شلون ما في كسور ماما؟ شلون ما في كسور؟ قلبي انكسر، ما توقعت انه بيعملوا هيك لك وحوش. صدقتي اخيرا؟ انا كنت اسمع انه بيعذبوا العالم بس ما توقعت هيك. في بنات شحطوهم من شهرهم وحطوهم باوضه وصرت اسمع صريخهم. الله يكسر ايديهم. وانا اللي بدافع عنهم طول الوقت وبتقاتل مع كل العالم، ليه هيك؟
يعني شو غيرتي عقلك؟ ماما أنا مثل بابا بحب البلد وبحب الضل بأمان وبحب رئيسنا وشايفة إنه هي مؤامرة بس يا الله هذا شيء وإنه العالم ينقتلوا بهالطريقة شيء تاني. إيه أنا بكرههم لهدول المندسين بس مو معقول لهالدرجة يعذبوهم. طب يحاكموهم وبس. ماما كل عمره نظام هيك متوحش، لو منه متوحش ما ضل كل هالسنين. بس نحن اللي ما كنا شايفين غير الصورة الوردية. ما بتتذكري أنا بأول الأحداث كيف كنت مصدقة مؤامرة لبين ما الله خلاني شوف الصح؟ بتعرفي خطرت لي فكرة، عم فكر روح لعند السيد الرئيس واحكي له شو عم يعملوا جماعته، خليه يحبسهم كلهم. لا عم تضحكي، أنا قلت شي بضحك؟ شو بدنا نقله؟ بدنا نقله كنا بالمظاهرة. هيك دهش؟ بكل هالجرأة يا أمي؟ اي نعم، جواتي طاقة بعد هالمظاهرة ما حدا بيقدر يهديها، حتى لو قلعنا أبوكي من البيت. يوه وأنا كمان. يلا يلا فوتي. هاي صباح، كيفك حبيبي؟ صار لك زمان بالبيت؟ أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. ما تأخرتوا بنور؟ ايه عجقة على الحاجز كتير. عجقة على الحاجز ولا عجقة بالمزة؟ المزة؟ اي مزة؟ ليش شوفي بالمزة؟ يلا جدبوها علي انتو الجوز. ايه صباح، ايه شاركنا بالتشييع يلي صار مظاهرة ومو مظاهرة، عرس للشهداء. وطالما مخططين ومتآمرين مع بعض من الصبح ليش ما قلتولي؟ ما كنت رح تقبل، وانا لو ما شاركت كنت بدي موت. بعيد الشر، يلا تفضلوا على الأكل، تفضلوا أنا طبخت. عن جد؟ يعني مو زعلان مننا هالمرة؟ هالمرة لا، وبس هالمرة. طيب بس شو السر إنه هالمرة ما زعلت؟ لأنه الشام أول مرة بتطلع هيك مظاهرة بهالحجم، وما بمتلك الحق أبداً إنه أنا أحرمكم من هيك ذكرى. الله أكبر. تانياً نزل التلج على الشهداء، وكمان ما بملك الحق إنه فوت عليكم هيك مشهد ما بيتكرر. حبيبي يا صباح. إيه شو كمان؟ وثالثاً أنا رحت تفرجت من بعيد لبعيد. لا عم تمزح. ورابعاً وأخيراً الفضل لأبو نعيم. مين أبو نعيم؟ روح الشام. ما فهمت. مولدة الكهرباء. اشتريتها؟ ما حاسين شغالة؟ عن جد؟ مبروك. بس ما لها صوت. ايه في لها كاتم. يلا يلا غسلوا تعوا على الأكل. لك تقبرني ما أحلى. وي وصل ابو السوس. شرف معلم، عود جنبي تاع حماتك بتحبها. الله يعين حماتي، اكلتها رعبه غير شكل اليوم. ليه خير؟ شو في؟ نانا. شبه نانا؟ لا طوب بالغلط بمظاهره المزه. نانا وبالمظاهره. شو البارفان الجديد؟ هذا غير تبع الصبح. مو بارفان، كولونيا على ليمون تبع قبل النوم مشان احلم احلام حلوة، هيك بيقولوا. وفيني شاركك احلامك يا حلوة؟ انت حلمي الازلي يا عمري. الله الله، شو كل هالحيوية الليلة؟ كله بسبب المظاهرة؟ ايه والله يا صباح، هالطلعة جددت فيني الامل انه الثورة بخير. ثورتنا الحلوة تبع السلمية، المظاهرات، الشعارات، والما بيشارك ما في ناموس. معك حق، أنا حسيت هيك وقت وقفت وتفرجت على مسافة من المظاهرة أنا والخواجة أبو نعيم. حسيت قلبي من جوا عم يفرق فرق، دمعت عيني وتذكرت الشهور الأولى ونزل تلج. شو هذا أراحوا بالأبيض؟ أبو نعيم قال لي هدول التلجات رضا، إشارة دفى من السماء. بتعرفي بسمة؟ تمنيت شارك وما قدرت، تربطت إيدي. حسيت جواتي في طاقة كبيرة بس ماني قدران أقرب حتى خطوة وحدة. بفهمك حبيبي بفهمك. حسيت حالي مثل مولدة الكهرباء اللي جبتها، كلها طاقة بس في إلها كاتم. أنا صرت مكتوم. لا تحكي هيك، بحبك. ما قلتي لي شو مشان الدكتور حسان؟ رح توافقي على الترجمة بدون ما تحطي اسمك؟ وليكي قبل ما تجاوبي
أنا ما بدي إياكي تحسي أبداً إنه أنا متضايق. أنا مستعد أنحت بالصخر لحتى تضلوا عايشين بكرامتكم. مو أنا بابا البيت؟ يا حبيبي يا بابا البيت، وأنا ماما، مشان هيك رح أرفض وأعتذر من دكتور حسان. يعني؟ يعني اليوم نزل تلج على الشهداء، يعني الدنيا بخير. ومو بس مامي اللي بتغير مبادئها، هذا اسمي يلي أهم من المصاري. حبيبتي أنت، أنا كتير فخور فيك وما تفاجأت، وعرفت إنه رح تقوليها. ماما؟ بابا؟ نمتوا؟ لا لا حبيبتي فوتي. شوفي، كاتبين إنه في شاب اسمه أسامة استشهد بالرصاص تبع مظاهرة اليوم، رح يدفنوه على السكيتي من كتر ما الأمن جانن. يا الله، شفت ليه أنا صرت مثل المولدة اللي كاتم يا بسمة كاتم.